السلام عليكم اخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفتين. الوصفه الاولى اللي هي سهله جدا، وصفه ديال لي كرواسون اللي معمرين بالطون، والوصفه الثانيه غادي تكون وصفه ديال سلطه اللي صحيه وسلطه اكزوتيك. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. اذا اول حاجه غادي نحتاجو الطون مع المايونيز والهريسه، غادي نحتاج شويه ديال البصله اللي مقطعه طريفات صغيرين، كتبقى اختياريه بطبيعه الحال، الخس، وكنحتاجو الفرماج. كنقول لكم تستعملوا اي نوع، انا هنايا غادي ندير الجوده والهافرتي تشيز، وانتم كتختاروا اي نوع. وبطبيعه الحال لي كرواسون على حسب اعداد افراد العائله. بالنسبه للكميه ديال الطن ايضا على حسب الاعداد ديال الناس اللي عندكم في الدار. هنايا انا فقط درت بوطه واحده ديال الطن مع 2 معالق ديال المايونيز مع نصف معلقه صغيره ديال الهريسه، شويه ديال البصله، وغادي نخلطوا المكونات مع بعضياتهم. فقط للاشاره البنات، بالنسبه للخس كنفضل انكم ديروا الخس يعني ورقه اللي كبيره. انا هنا ما كانش عندي، فاستعنت فقط بهذا ديال الشلاضه. هنا غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان، ومن بعد غادي نمر باش نعمر هذوك لي كرواسون. ايضا هناك طريقه اخرى باش تصايبوا هاد لي كرواسون، كاينه يمكن لكم تخلطوا المايونيز مع الفرماج يعني اللي كيري او لافاش كيري، وتخلطوهم مزيان وتدهنوا بهم لي كرواسون ديالكم، وتوضعوا الخس وتوضعوا لادان تشومي، حتى هو كيجي رائع رائع في المذاق. هاد لي كرواسون يعني راه ديال الزربه، الانسان نهار اللي كيلقى راسو بعض المرات شفتو في رمضان في الايام الاخيره كان عيا وكنوليو باغيين اي حاجه اللي سهله نطبقوها. هاد لي كرواسون كيكونوا ساهلين يعني في التوجد ديالهم، ممكن لكم يعني تستعنوا بهم. وخليكم معايا باش تشوفوا يعني الطريقة والشكل النهائي إن شاء الله. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال لي كرواسون. نمر الان لتحضير السلطه. بالنسبه للسلطه، فالمقادير اللي غادي نحتاجو فيها، انا خديت هنا واحد نصف حبه ديال الاناناس اللي خويت لها القلب ديالها، هو اللي غادي قطعته لطريفات صغارين وغادي نخليها ديال الديكور. وقطعت ايضا تفاحه لطريفات صغار. وبالنسبه للمكسرات فهنا عندي شويه اللوز، شويه الكركاع، شويه المشماش، وايضا الزبيب اللي ضفتو بعد سمحوا لي يعني ما درتوش في الاول. وغادي نحتاجو الليمون فقط لشرائح اللي مقطعه للتزيين، وايضا غنحتاجو شويه ديال الملفوف او الكروم اللي مقطع طرفات صغار، وخيزو اللي مقطع طرفات صغارين. وبالنسبه للصلصه فغادي نحضروها فقط بدانون مسوس والعسل، راه كتجي رائعه رائعه في المذاق. هاد السلطه راها صحيه، وايضا هذيك لاصوص اللي كتكون حلوه، وهذا الميكس يعني عندنا واحد الميكس ما بين الحلو والمالح كيجي بنين، وايضا فيها الفواكه والفواكه الجافه والخضر يعني كتجي غنيه غنيه. هنا غادي نوضع هذوك المكسرات يعني الكروم والخيزو وهذوك الفواكه، وغادي نخلط الكل مع بعضياتهم. فقط للاشاره بالنسبه لهذا السلطه، يمكن لكم تضيفوا فيها الكيوي، يمكن لكم تضيفوا فيها ايضا الكروفيت، راه الكروفيت يعني كتسوطيوه غير شويه في المقله مع شويه كيك الملحه والبزار وكتضيفوه للسلطه. انا بما انه عندي يعني حساسيه مع الكروفيت فما درتهاش. هنا غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نعمر بهم، غادي نعمر هذاك الاناناس. ماشي ضروري يعني تعمروه في ديك الحبه الاناناس، فقط يمكن لكم تخليوها في السلاديغ وكتحطوا معاها الصلصه اللي قلت لكم بدانون والعسل. ابقوا معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله.
اذا اخواتي هنا من بعد ما عمرت هاد القلب هاد الاناناس بهاد السلطه، غادي ناخد لاصوص غادي نديرها من الفوق. انتم يمكن لكم تحطوها فقط يعني في الجانب. وبالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا المكسرات او لا ديروا الكيوي من الفوق او لا ديروا ليترونج ديال الليمون كيف ما درت انا. كانت هذه هي وصفه اليوم او الوصفتين اللي قدمت لكم اليوم، كنتمنى يكونوا نالوا اعجابكم. وبالنسبه لك تشاهد الفيديو لاول مره كنتمنى دير ابوني وجيم. وبالنسبه للمتابعات ديالي يعني الاوفياء القدام فما تنسونيش من لايك، والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.